اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، وكل سنه وانتم طيبين. وبيسعدنا ان احنا اولى حلقاتنا في شهر رمضان الكريم ان تكون مع اسره متميزه، كل افرادها متميزين موهوبين، اسره من المهندسين سواء الزوج او الزوجه. الزوج معانا مهندس ديكور من ابناء اكاديميه الفنون، خريج المعهد العالي للفنون المسرحيه قسم ديكور، واسمه اقترن بالنجاح، وده لأسباب كثيرة، منها وأهمها إن اشترك في العديد من الأعمال المسرحية الناجحة. هو أيضا زميل لينا منذ تخرجه في عام 1989، عمل بالتلفزيون في صندوق الدنيا فوزير، يعني مدرسة لوحدها، وعمل حتى عام 1994. معانا مهندس الديكور حازم شبل، أهلا بيك. أهلا وسهلا. معانا ايضا الزوجه وهي مهندسه ولكن في تخصص مختلف، مهندسه مدني. معانا المهندسه رشا مصطفى كمال، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. ومعانا الابناء بقى اللي هسيب كل واحد ان هو يعرف نفسه، زي ما قلت لكم هم برضو موهوبين، كل واحد موهبه مختلفه. ابدا بالكبير رامي، اتفضل. رامي حازم، طلع تانية ثانوي. نعرف بقى المواهب بعد كده، نتعرف على المواهب بعد كده. معانا حبيبه كمان، حبيبه حازم، طالعه ثالثه اعدادي، 13 سنه. اهلا بيك. الصغير بقى اخر العنقود، كريم حازم، داخل ثالثه ابتدائي. اهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين وسعيده باللقاء، وان شاء الله المشاهدين يستمتعوا، لان زي ما قلت هي اسره فعلا متميزه. وحضرتك زميل لينا او كنت زميل لينا، مش ببالغ لما قلت في البداية ان اسمك فعلا اقترن بالنجاح، ده نتيجة عملك، نتيجة شغلك. بس قبل ما نتكلم عن الشغل، انا ببدأ دايما بسؤال تقليدي، برجعكم بقى لأول لقاء ونظرة، مش أول لقاء بس، أول نظرة وأول تعارف بينكم. ممكن نتعرف ازاي الأسرة الحلوة دي كونت؟ أنا ولا هي تقول؟ قول انت. انتوا الاثنين على فكرة. وانا بشتغل، بسيبت التلفزيون ورحت اشتغلت في احد الجامعات الخاصة، ففي زميلة جات اشتغلت معنا 3 شهور بس. في الوقت ده انا بقى كنت مشغول بالشغل والحركة والحاجات دي كلها، والوقت بياخدنا ومش صغير ولسه متخرج كمان. لا، لما رحت الجامعة كنت بيت اكبر شوية يعني. اي. قالت لي انا عندي واحدة صاحبتي جميلة جدا وممتازة جدا وبتاع، قلت لها انا ماليش دعوة بالكلام ده وبتاع. المهم هي سابت الشغل وعدى سنة على الموضوع ده. بعديها بسنة بالصدفة أنا ماشي في المهندسين في الشارع، فقابلتها. ازيك، عاملة ايه بتاع، انت عامل ايه، اخبارك، اتجوزت ما اتجوزتش؟ لا بتاع. قالت لي طب، قلت لها طب، انا بقى اللي سألتها بقى، قلت لها فاكرة انت من سنة كده قلت لي عندي عروسة وعندي ده يعني لسه فاكر يعني. فقالت لي، قلت لها طب كلمي كده شوفي ايه الجديد، ايه اللي حصل. وبعدين رحت لوالدتي الله يرحمها، وقلت لها ما تيجي نروح مشوار كده لغايه الفيوم بتاع، نشوف نجرب الموضوع عامل ازاي، من غير ما تشوف صوره، من غير اي حاجه. لا ما اعرفش خالص. طب بناء على ايه؟ هو هنروح، مفيش مشاكل، الواحد بيقابل وبيشوف. انت للدرجه دي كنتش لاقي يعني عروسه؟ لا، الواحد بيقابل كتير وبيلاقي كتير، ولكن ما حصلش نصيب، ما فيش وقت، والواحد مشغول، الشغل الفني ده بيشغلنا يعني. اصلا انا بديت اقرر ان انا لازم اتجوز لما قعدت مع واحد امريكاني، كان وقتها انا كنت لسه في العشرينات، هو كان عنده حاجه و40 سنه. ايوه. فتساله سؤال تقليدي، انت ما اتجوزتش ليه؟ فرد عليا رد خضني شويه، قال لي انا ما فضيتش، قال لي احنا بنشتغل شغلانه لذيذه وبنتحرك والحاجات دي كلها. فساعتها انا ايه، خفت للقطر يعدي وانا مبسوط وبشتغل، ومن استوديو لاستوديو ومن مسرح لمسرح، ومش حاسس ان يعني. فقلت لا، لازم اجتهد على الاقل. ورحت انا ووالدتي وتعرفنا باسرتهم وتعرفنا. كان احساسك ايه في اول لقاء، ان المشوار كان يعني الفيوم، انت حتى والله حصل انه مش الشارع لا حصل. انا والدتي الحمد لله ارتحنا، وبعدين تاني نتكلم مع بعض، فابتدى ان في قبول ما بيننا، ابتدينا نقرر الزيارات، لغايه بقى النصيب ادى الى 3 اولاد. 3 اولاد زي القمر. لا حقيقي بجد، عيله جميله. ولما اتكلمت معاكم لقيتكم يعني حسيت بالجمال كمان اكتر واكتر، جمال الروح والصفات. يعني انا سمعت وجهه نظره من الحكايه. انت بالنسبه لك كان عريس صالونات، جوازه تقليديه، ما كانش عندك يعني تفكير او طموح لطريقه جواز مختلفه مثلا؟
والله هي جت كده يعني، هي جت كده برضو الزميلة المشتركة دي، هي كلمتني وشكرت لي فيه كتير، وهي لأنها صاحبتي قوي فعارفة يعني متطلباتي في الزوج المستقبل يعني. في أرضية مشتركة بينكم، لغة تفاهم حتى في مجال العمل مشتركة، ده قربكم من بعض ولا مش بتتناقشوا في الشغل خالص في البيت؟ هي مهندسة مدني. أنا عارفة آه. وأنا بالنسبة لي بس هي بتصمم عمارات. لا المدني في الأرضية الهندسية موجودة ولكن ده ما كانش ده العامل الرئيسي يعني في الموضوع، ولكن ده بيساعد ان هي بتبقى عارفه انا بعمل ايه الاساسات. ساعات بعرض عليها شغلي في الاول في حاجات كتير قبل حتى اعرضها على المخرج، تقولي لا دي وحشه او مش كويس يعني اعدلها، اروح اعرضها على المخرج فالمخرج يقول زيها فتقول لي ايه ده شفت شفت بقى اقتنعت في الاخر بقى انك تاخد رايها ولا لسه ما اقتنعتش؟ قولي لي يا استاذه رشا اقتنع ولا لا في الاخر؟ لا هو بياخد رايي، بس هو بقى روح الفنان ودايما بيبقى هو اللي بيعمله احسن حاجه وكده، بيبقى عنده الحته دي شويه، بس الصراحه دايما بياخد رايي يعني في كل حاجه بيعملها كده، جايز قبل ما بيعرضها بيوريهاني وبنقعد مع بعض بقى اقول له طيب نزود هنا، طب ده حلو جدا، طب مش عارفه ايه، ولحد ما بيجيب ياخد رايك في الكلام ده. هو بياخد رايك في الشغل هو ماما ولا انت كده بيعتبروك صغير ولا ايه الحكايه؟ شويه كده شويه. وبتعرف تقول راي الشكل ده حلو او الرسمه دي حلو؟ طب بتتفرج على حاجه من مسرحياته ولا لا؟ لا شويه. مش قوي؟ مش بياخدك المسرح معاه؟ مش بياخدكم المسرح؟ لا هو بياخدني بس مش قوي، مش كتير قوي يعني. يمكن بتتشقى مثلا عشان كده. حبيبه انا سامعه ان انت فنانه، كلمينا بقى. بعمل كروشيه، برسم، الله، بتعلم رسم البورتريه لسه. تتعلمي رسم بورتريه. بورتريه يعني مجال تاني مختلف. قولي لي البورتريه ده مش فكره ان انت تعرفي تنقلي ملامح، يا اما كان كل الفنانين بقوا مستوى واحد ما كانش تميز فنان عن تاني، في الروح انك تقدري تنقلي الروح اللي قدامك للورق، واصله لك الفكره دي ولا لا؟ وده اللي بيخلي انسان او فنان يختلف عن فنان. هو المفروض انا بشوف بشوف وش البني ادم وبرسمه وبظلل كده، بس عادي. بس نقل بقى الروح بتاعت البني ادم اللي قدامك هي دي اللي صعب، مش كده؟ لسه مهندس. بدري لسه في الخطوات الاولانيه يعني، لسه دلوقتي بتتعلم لسه الطبيعه الصامته وبعدين بترسم البورتريه، لسه يعني الاول تتعلم بس تقليد الاشكال وبعدين بنخش معاها حبه حبه على الروح وعلى التعبير وعلى الاساليب المختلفه. بتشجعها يعني؟ مبسوط انها اتجهت الاتجاه ده؟ ظريف. هي كمان مهتميه بالازياء، واتمنى اقدر اساعدها في الموضوع ده انها تدرس الازياء، خاصه الازياء المسرحيه او الازياء العامه. مهنه ظريفه وتقدر، وفن ظريف لو ليها. انا مش بضغط عليهم في اي حاجه يعني، هم كلهم بيجوا على المسرح من هم اطفال يعني. أيوة. يعني ياما سحفوا في مسارح اساسا يعني. رامي ده رضع في الاوبرا وهو عنده 3 شهور. يا كان عندي ما مفتاح مهرجان ورشا جت كان لسه رامي على ايديها يعني، فيعني هم راحوا مسارح من هم اطفال صغير. اثر فيك الجو الفني ده اللي في البيت، وانك من وانت زي ما بابا بيقول وانت لسه طفل يعني كنت في الاجواء دي كلها؟ انا بحب المسرح، وكمان في حفلات المدرسه لو في تمثيل او كده بشارك بتمثيل وكده. وعموما انت شكلك يا ممثل فعلا ان شاء الله. عايز تبقى ممثل؟ لا هي هوايه يعني بجانب الكليه اللي هخشها يعني، بس الله اعلم يعني. وبحاول برضو، بدات اكتب اشعار وحاجات وكده. اشعار ايه نوعها بقى، رومانسي ولا في رومانسي وفي وطني وكده؟ بس لسه برضو في البدايه يعني. زي ما رجعتك مهندس حازم شبل، رجعناه لاول تعارف بينه وبين المهندسه رشا، هرجعك لاول ما اتخرجت سنه 1989 كنت زميل لينا هنا. تجربه هي لوحدها مدرسه، لان انت يعني اشتركت في عمل الفوازير لنيلي، الفنانه نيلي. كلمنا بقى يعني لو الذاكره يعني حضرتك. لا 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 ما اقدرش انسى الوقت ده، امتع وقت حياتي اساسا. كان في عز زخم التلفزيون وقطاع الانتاج والمسلسلات يعني، كنت اخش اي استوديو من الاستديوهات تلاقي ليالي الحلميه، تلاقي رأفت الهجان، تلاقي يعني. انا كمان جيت اتدربت وانا في سنه ثانيه، اتدربت في مسلسل اللقاء الثاني
وده مسلسل قوي جدا. كنت انا في الاجازه وجيت اتدربت هنا في التلفزيون، فكان في لقاء كتير. حظك برضو حلو ان انت اتدربت في اعمال كبيره زي دي. لا حظي جميل جدا. لا 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 طبعا، كنت يعني كنا في الاستوديوهات كنت بتعامل مع كل النجوم الكبار اللي يعني استاذ صلاح الفقار، استاذ احمد مظهر، استاذ يحيى شاهين. يعني اول مسلسل كانوا حقيقي بيبقوا حريصين. اصل الجيل ده مختلف، يعني طبعا في من الجيل الحالي برضو اللي هم بيحرصوا ان هم يبقوا قدوه وينقلوا فنهم وموهبتهم وينصحوا اللي اصغر منهم، لكن الجيل ده بالتحديد كان متميز بكده ومشهور عنه انه بيحب يطلع تلامذه نجوم من تحت ايده. حقيقي الكلام ده؟ لا ده وكان يعني دول مش نجوم كبار، دول كبار قوي يعني دول كل. فكان ميزه التلفزيون وكان قطاع الانتاج وقتها كان كل ده موجود وشغال مع بعض. يعني كان كل الاستديوهات دي شغاله مسلسلات، وكانت الفوازير، وانا اشتغلت مع مهندس. كان حظي كويس ان انا اشتغلت في اعمال متنوعه. يعني اشتغلت في اول مسلسل كان اسمه حب في الحقيبه الدبلوماسيه، كان في استوديو 5 ومع المهندسه زينب الشايب الله يرحمها. بعدين رحت مسلسل صفات الاندلس مع استاذ نور الدمرداش في استوديو 10، كنت بشتغل مهندس مساعد ثالث الاول. يعني تاني المطبخ من اوله، من اوله. وبعدين ثالث وتاني وبعدين خدني مهندس حسام مصطفى في الفوازير بتاعت عجائب صندوق الدنيا مع الاستاذه نيلي. كان رمضان بالنسبه لنا جو رمضان مرتبط بالفوازير، وانت حضرت الفتره دي. انا كنت ببات هنا حضرتك، كنت ببات هنا بالظبط. وكنتوا بتعملوها بحب وبرضا. الاجواء دي متهيألي اختلفت، انت حضرت بقى لغايه اخر رمضان اللي احنا فيه 2017. أجواء رمضان كانت مختلفة. المبنى نفسه اختلف، وأنا داخل لك أنا جاي التلفزيون النهاردة المبنى اختلف. يعني الاستديوهات اللي كنا في رمضان دي خلية نحل 24 ساعة. يعني إحنا كنا نصور وبعدين نعمل بريك، نخرج نتسحر في الشارع اللي ورا دوت ونروح راجعين، إذا كنا هيصور شوية وبعدين يدن الفجر رايحين نصلي ونرجع نكمل. أنا بت هنا ثلاث شهور. ثلاث شهور علشان تطلع العمل الرمضاني اللي هو احنا قعدنا نصور التتر مع خمس حلقات في 24 يوم في استوديو 10. ده ما عجائب صندوق الدنيا سنه 91. استوديو 10 تلفزيون وماسبيرو لما كان استوديو 10 ده بيطلع اضخم الاعمال. عايز اقول لحضرتك والدراما. ان يوم 15 رمضان الساعه 4 الصبح انا خرجت من باب 4 من تلفزيون، عديت على الكورنيش الناحيه الثانيه وقعدت في وش النيل، قعدت اعيط. ليه؟ لان احنا كنا باقي معانا في الستوك حلقتين بس، حلقتين جاهزين يوم 15 رمضان. ده معناه ان احنا مفروض نصور في ال 15 يوم اللي باقيين 13 حلقه، وده حاجه يعني معناها ان ما ينفعش تموت، ما ينفعش تعيا، ما ينفعش يحصل لك اي حاجه، ما ينفعش تنام، ما فيش اي حاجه، ما ينفعش اي حاجه. احنا كنا بننام عاملين ارفف كده ورا ورا البانوراما، ارفف كده بستاير، فتتحرف تشوف مين نايم بس تحاول تلاقي مكان. معلش يعني قد كده احساس المسؤوليه ان انت كنت مش المخرج، مش مخرج العمل عشان تعيط او تقلق، يعني قد كده كان احساس الالتزام والمسؤوليه. ما فيش، كلنا فريق واحد ومعانا الاستاذه نيلي والاستاذ محمد عبد النبي المخرج والاستاذ مصطفى، كلنا كنا قاعدين بايتين مسؤوليه وعمل. واخر يوم، اخر يوم احنا يعني الحلقه طلعت على الهوا على طول، واحنا كنا في استوديو 1 خرجنا منه رحنا اتفرجنا مع الناس على الهوا في استوديو 10 في الكنترول بتاع استوديو 10. يعني انتوا كنتوا بتعملوا شغل هوا. اخر يوم كان على الهوا بقى خالص، يعني اخر يوم بدوبك اخر مشهد اتصور طلع كان على الهوا. اشرف ليلي بقى غلطه على اخر يوم وروحنا بقى البيت. يعني كانت ايام جميله جدا. رغم تعبها، رغم ان انت كنت بتعيط فيها، انت يعني 13 15 يوم في 13 حلقه، واحنا كان بقالنا 3 شهور بنعمل في الباقي، فبنجود بقى وبنعمل طلعنا كويسين. بس كان ليها مردود ونجاح وتاثير على الناس يخليك تنسى اي تعب. وخبره وضغط وحاجات كتيره جدا. يعني انا حظي كويس ان انا جيت المبنى هنا لان ده فادني كتير جدا. ديكورات كمان في الاستديوهات، ديكورات كبيره. المبنى ده كان مدرسه بيخرج هو اللي مخرج كل الناس سواء اعلاميين بقى جدا جدا جدا، مش يعني كتير مهما ذكرتهم هم كتير وكانوا فرحانين بيا وشجعوني كلهم بصراحه. طب خلينا نقول ان اجواء رمضان مش بس اختلفت على مستوى الشغل وعلى مستوى العمل، اختلفت يمكن كمان على المستوى الشخصي. هنشوف دلوقتي راي الناس قبل ما نسمع رايكم عن اجواء رمضان، ونشوف راي الناس عن أجواء رمضان وزمان ودلوقتي وإحساسهم بيها إيه. نشوف مع بعض.
العادات الحلوة إن إحنا بالأهل بيعرفوا بعض، فيه للأسف بنقعد ما نعرفش بعض، الأولاد الصغيرين خصوصاً والأحفاد ما بيعرفوش بعض غير في رمضان، آخر 10 أيام في رمضان اللي هم إيه الزكاة واللي هو بتاع البسكوتات اللي بيعملوها والكحك والحاجات دي اللي هم دي عادة ما بتطلعش كويس. بالنسبة للأرياف في الناس مثلاً بتتجمع عشان الصلاة وبتنزل يتلموا الاهل والجيران وكده عشان نحصل صلاه التراويح مع بعض. الروحانيات اللي هي بعد صلاه العصر من لصلاه المغرب بالقران والتراويح والتواشيح، صلاه القيام بعد صلاه العشاء، المسحراتي، في طبعا فوانيس رمضان، صوت التراويح طبعا ومدفع الافطار والحاجات ديت اللي الواحد لسه، حتى الاغاني بتاعت رمضان لحد دلوقتي ما اتغيرتش لسه زي ما هي، لمه العيله ساعه الفطار، خانيا الخليلي والحسين في السحور طبعا ده حاجه اساسيه، فيعني ما فيش بيت ما بيروحش، يعني ده اساسي عندنا، لا فيه مسحراتي ولا فيه الفوازير بتاع زمان في التلفزيون. ضيف فانوس طبعا رحت انا فتحه كان طالع وانا لمحه شكل، بصيت في ملامحه لقيت جنية شكل بينوس لو هنسالكم انتوا بقى عن رايكم، ابدا بالمهندسه رشا، كلامها قليل، زين تشاركينا اكتر من كده. جواء رمضان زمان كانت مختلفة لو هنتكلم من سنين يعني فاتت. جميلة، احنا يعني كان واحد بصراحة بيستنى رمضان عشان يتفرج على الفوازير دي، اكتر حاجة احنا مفتقدينها دلوقتي ما بقاش فيه، وكل سنة بقى شريهان والف ليلة وليلة، فكانت جميلة الدراما والمسلسلات كمان كان يعني ليل حلمية بقى ورقفت لها الحاجات الجميلة كانت بتطبع كده، اي بتلون ايامنا بتديها طعم. جميلة كده. انت انا شايفاك موافق قوي. طب انت ما حضرتش الكلام ده يا رام؟ بس لا انا بحب عموما الحاجات بتاعت زمان، يعني سواء كان على المسرح كمان فؤاد المهندس بحب الحاجات بتاعت زمان. ايه اللي بتحبيه اكتر حاجة يبقى عندك مرتبط برمضان، تحسي بطعم رمضان بيه؟ حبيبه سؤال لي. زمان مش دلوقتي؟ لا عموما زي ما انت عايزه زمان، اصل انت ما فيش عندكم زمان قوي انتوا لسه. هي بتبقى يعني في رمضان بتبقى جو اللمه مثلا والمسلسلات معزومات بتبقى مختلفه اكيد. بتحبي لمه رمضان؟ اكيد جدا، دي اهم حاجه. طب كريم رايك مهم جدا في القصه دي، تحبي ايه في رمضان اكتر حاجه؟ ممكن تكون بتحب القطايف مثلا كنافة، او بتحب التلفزيون، تحب ايه؟ التلفزيون برضو. اكتر حاجه بتحبها في رمضان؟ لا، اكتر حاجه ان انا بصوم وبصلي. انت بتصوم وبتصلي ما شاء الله. عايزه اتكلم على فتره دراستك بره، خاصه ان انت لما عدت كنت اشتغلت محاضر بكليه الاداب بجامعه عين شمس قسم دراما ونقد، ومش عارفه هنا التدريس افادك اضاف ليك ولا يزال يضيف ليك، ولا ايه يعني انت اللي بتضيف للطلبة، يعني الفنان كمدرس ايه ممكن يفيده التدريس؟ هو انا رحلة الخبرة بتاعتي يمكن مش مختلفة قوي يعني، ولكن يمكن فيها شوية، لان انا قعدت في التلفزيون 5 سنين، وبعدين برغم الاعمال الناجحه وكنت ناجح في الوقت، كنت واعد يعني كان زي ما بيقولوا عليا في وقتها، ولكني كنت مفتقد حاجه مهمه جدا، كنت مفتقد المسرح، كنت عايز اروح مسرح، حابب المسرح. كان ساعتها مدينه الانتاج الاعلامي لسه بتتبني جديد، فكان يعني كل طموحي وقتها الكلام ده في اوائل التسعينات ان انا هبقى اروح المسرح بتاع مدينه الانتاج الاعلامي، ولكن القدر غير سنه ان انا جالي وظيفه برضو متميزه جدا في احد الجامعات الخاصه الاجنبيه هنا في التحرير، فاستقلت من التلفزيون ورحت اشتغلت في الجامعه الاخرى في المسرح بتاعها، مسكت المسرح، رحت الجامعه كان 27 سنه، مكان استاذ عبد الله عيوطي الله يرحمه اللي كان مدير خشبه المسرح في الاوبرا القديمه، وبعدين راح الجامعه كان هو طلع معاش عنده 67 سنه، يعني هم لما كان حط واحد عنده 27 سنه
مكان واحد عنده 7 فكر متقدم جدا وانا بنفس المسؤوليه يعني باهنيهم على الفكر ده انهم يستبدلوا انسان ايا كانت خبرته ويثقوا فيك وفي موهبتك ويكلفوك هم بصراحه بك. عملوها بشكل ظريف جدا ان هم سابوا استاذ عبد الله العيوتي قعد معايا 6 شهور لغايه ما ابتدي انا كمان اعرف اساليب التعامل ابتدي اتعود علشان نقل لك خبرته طبعا نقل لي خبرته وخبره التواصل والخبره الاداريه والحاجات دي لغايه ما اطمن تماما ان انا اوكي وهو التدريس مهنه مش سهله قعدت في الجامعه من 94 لغايه 2006 انا وانا في التلفزيون رحت عملت دراسات عليا كنت مسجل ماجستير 96 بس انشغلت في مجموعه اعمال وبعدين 2002 رحت كولورادو رحت امريكا رحت شهرين الاول خدت تدريب في الاضاءه المسرحيه وبعدين 2004 خدت جائزه الدوله التشجيعيه في الديكور و2006 خدت منحه فولبرايت وهنا استقلت من الجامعه ورحت امريكا سنه ايوه امريكا سنه دايما يقولوا ان السفر وانك تكتسب خبره وتحتك ببلاد اخرى ده بيفيد قوي هوصل للتدريس وهقول لحضرتك موضوع السفر لان ده كان تراك كده لوحده انا استمتعت بيه جدا خبره او محطه ثانيه محطه ويعني وحصل لي وعملت فيها احتكاكات دوليه انا فخور بيها بشكل شخصي واعتقد ان انا قدرت افيد بيها الوسط بتاعنا او المصري بشكل عام لما رجعت من امريكا ساعتها بشتغل حر ما اشتغلتش في اي مكان حتى في الجامعه انا مجرد محاضر بروح وفي جامعه خاصه اخرى برضو بدرس فيها انا بعتبر التدريس هو بمنتهى الامانه بالنسبه لي هو المهنه رقم 6 أو 7 يعني في ناس دي المهنه العليا بتاعتها لانها مهنه يعني ما فوق الاحترام يعني حاجه عظيمه جدا ولكن انا بعتبر نفسي ممارس اكتر او بمارس الفن اكتر فبالنسبة لي بعتبر التدريس شرف بعتبره زكاة عن ما تعلمته عن ما منحني به ربنا من فرص للتعلم مش مهنة انت تستفيد منها او تتكسب منها لا انت خالص. بتعتبره بالعكس انت كده بترد الجميل يعني طبعا. وبتنقل خبرة حضرتك عارفة وده مش سر يعني ان الجامعات الحكومية بالنسبة للمحاضر الرجال من الخارج الساعة مثلا بسيطة. لا مش بسيطه بسيطه جدا قوي انا ما اعرفش انا باخد كام لغايه النهارده انا 2009 يعني ما بعرفش بالظبط ولان انا مش رايح ده الهدف حاجه ثانيه انك بتروح يعني مش التدريس بس مش في الجامعه سواء حتى في الجامعه الخاصه او في الجامعه عين شمس او في الورك شوبس اللي عملتها في اقاليم مصر يعني حتى الهيئه العامه لاصول الثقافه رحت معاهم كذا مسرح في اقاليم مصر سواء مع شباب بستمتع بده جدا وهدفك في ده حاجتين اولا انا سواء لما بدي ورك شوب او بدرس بتعامل مع الطلبه باللي كان نفسه يحصل معايا انا في حاجات انا شخصيا مع ان انا يعني بتعلم كويس وحظي كويس في الاكاديميه من اساتذه فاضلين ولكن برضو الانسان بيبقى عنده طموح يكمل حاجاته فانا بكمل لهم اللي كان نفسه يحصل اللي كان نفسي يحصل معايا في وقتها ان في حاجات انا شخصيا قعدت 20 سنه عشان افهمها صح او اطور نفسي فيها يعني اما انسان ناجح ويوصل للنجاح وكان في حياته بيمر بعقبات ومشاكل ومحدش بيوصل له او بيساعده كتير مش عاده بيحاول ان هو يقي غيره من اللي هو مر بيه لا يعني ودي حاجه تحسب لك ان انت اللي مريت بيه من صعاب بتحاول ان انت تبعده عن التانيين او تقيهم منه يعني او والله انا تسهل على غيرك ده مش حاجه بتلاقيها كتير من الناس يعني لا بقى هقولها لك باختصار هي زي ما قلت لحضرتك هي زكاة وانا في نفس الوقت بتاجر مع ربنا انا هقول لك ده حاجات حصلت مش حاجه جديده ليه بقى انا ما في معلومه نقلتها لحد الا ما ربنا فتح لي ابواب معرفه انا لا احلم بيها انا رحت فسارح امريكا دي اتفتحت لي مسارح في 9 ولايات منهم المتروبوليتان اوبرا في 3 عروض وقعدت على الستيج وقعدت اتفرج وقعدت اصور بالكاميرا رحت لاس فيجاس في كبرى المسارح الحاجات دي كلها رزق من عند ربنا انا مهما في ناس مهما سعت لها مش هتعرف توصل لها فربنا حباني بيها وفتح لي ابواب علم وابواب رزق من قلهاش لي فانا ما هذه حقيقه معايا ما في معلومه نقلتها الا ما بيجي لي قصادها حاجات كثيره جدا من عند ربنا فاقول لا ليه اقول لا ليه امنع حد ليه بالعكس وانا بستمتع بدوة واعتقد ان طلبتي او اللي بيستفيد مني بيبقى مبسوط لسبب في مهم برضو
عشان انا ممارس، فلغه التواصل مع الطلبه او مع اللي بيحضروا الورش التدريبيه بتبقى مختلفه. يعني انا ما بهتمش بفكره ان الامتحان والدرجه فقط، انا بهتم ايه اللي بتهتم بيه؟ الجزء العملي، انه يفهم انه هيخرج الى سوق عمل. أي. انه يبقى فاهم التجربه وعلى العمليه. وعلى فكره دي حاجه احنا محتاجينها جدا في مصر على مختلف التخصصات والمجالات، الجزء العملي. الجزء العملي اللي يؤهل الشباب انه هو لما يتخرج ايا كان بقى ايه هو تخصصه اللي بيتخرج منه، يلاقي سوق عمل، يعرف يشتغل، يبقى عنده خبره مبدئيه. ده اللي احنا دايما مفتقدين. وفي مشكله كبيره في ده، عشان نبقى صراحه، في مشكله كبيره، ده مش موضوعنا الرئيسي، ولكن في مشكله كبيره جدا ان في بعض الجامعات وطلبه في سنه رابعه ومهتمين بمجرد بالامتحان او ايه الورق اللي هيديه لهم عشان يجي منهم الامتحان، ده شيء بيضايقني جدا، وببذل مجهود كبير جدا على يا جماعه الفكره مش في كده، انتوا كمان شهور هتبقوا زملاء، يعني لازم تبقوا فاهمين الموضوع ايه. باخد وقت معاهم ولكن بينبسطوا جدا بالنتيجه، بس ده ضعيف، محتاج المسائل تكتر عن كده، يبقى فيه اهتمام بسوق العمل، اهتمام بالموهوبين فيهم. يعني انا خدت باخد معايا طلبه لما يكون عندي اعمال مسرحيه باخدهم معايا يشتغلوا، يقفوا معايا في الكواليس ويشوفوا. كان لسه بعمل مسرحيه مؤخرا وجيهم معايا طلبه، في اول يوم لسه المسرح فاضي، فقلت لهم اهم حاجه هي الخبره، والخبره معناها ان انت بتقلل المفاجآت المتوقعه. فبيقولوا لي ان شاء الله ما فيش مفاجآت، ما فيش شويه لسه، واحنا واقفين وابتدت المفاجآت تحصل، وابتدوا يشوفوني بحلها ازاي، بتعامل معاها. لو ان على ارض الواقع الموضوع مختلف تماما عن النظر. مفاجآت ما هي بتقللها بس، يعني ما فيش عمل بيطلع الا اذا كان عمل سهل، يعني انت عارف، انما اي عمل انت هتبدا فيه او هتجرب فيه او هيبقى فيه هتلاقي حاجات كتير. طيب مهندسه رشا بقى، احنا معانا مهندسه بتصمم عمارات، يعني ايه يعني؟ وبتلاقي كامراه مهندسه امراه، مش بتلاقي مشاكل في قصه ان حد يثق انه يديلك شغل ويثق في تصميماتك، ولا بتلاقي لا في فرق في التعامل بين المهندس الرجل والمراه؟ هو اكيد في فرق، بس انا ما اشتغلتش في المجال ده، انا بشتغل في الحكومه، فما مارستش قوي الديزاين والكلام ده، لان اتلخمت بقى في الولاد وكده، فشغل الحكومه ما فيهوش الديزاين قوي وكده يعني. لكن في مهندسات زميلات كتير جدا بتشتغل وبتطلع شغل ممتاز وناجحين ومعندهمش وناجحين وكل حاجه، بس هي مش كتير قوي برضو، هي يعني مهنتنا صعبه. يعني جايز مدني اصعب كمان من عماره شويه، فعلشان تعمل الديزاين او تشرف على التنفيذ ده بياخد وقت كبير، عايز يعني ما يكونش في ارتباط ببيت واولاد قوي، او تكون بقى العمليه منظمه جدا وكده. اهتميتي بجانب الامومه ودورك كأم اكتر من شغل كمان حازم، وطبيعه شغله وسفره الكتير واهتمامه ومؤتمرات وحاجات، ويعني دايما مش موجود، فكان الموضوع عليا انا اكتر. مش حاسه ان انت ضحيتي بقى، وان انت كان ممكن الكارير بتاعك ياخد منحنى تاني؟ مش بيجي في بالك الافكار دي بصراحه؟ لا خالص، لان هو نجاحه اهم يعني. الله كده، هو نجاحه اهم. دي تضحيه يعني، وحب، هو ده الحب المترجم بقى، يعني ترجمه المشاعر. احنا اي نجاح بيرجع ان هي بتامن الجزء ده، ما هو ده جزء مهم جدا بيعود لها الفضل فيه. وانا بصراحه ما كنتش عايز في الاول، انا جوزتها كانت طالبه في البكالوريوس لسه، يعني هي كانت حامل حتى في ما خدتش وقت حتى تعيش حياتها بعد التخرج يعني. وما كنت رافض موضوع ان هي تشتغل فتره طويله جدا، وبعدين كنت انا شايف ان ما ينفعش انتوا الاثنين يبقى عندكم طموح وتشتغل لا مش فكره طموح، هو انا يعني لا يعني كانت نوع من انواع التكريم، انتوا بتجروا ورا طموحكم. يعني انا كان هيربي بقى الولاد، يعني اولاده وبتاع والمساله. وبعدين هي جالها فرصه العمل فقالت تنزل تجرب، بس بعد كده لقيت مهم يعني كويس، العمل للمراه مش 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 مش, مش حاجه وحشه يعني. يعني بالعكس ده اضافه على فكره. يعني بعد كده اقتنعت لما نزلت اشتغلت، وبعدين اشتغلت براحتها فترات طويله جدا، وبعدين هي دلوقتي واخده اجازه من الـ من 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 الشغل، بتهتم بالاولاد بطريقه تانية، بيروحوا النادي، بيروحوا كورسات، بيتدربوا. انت سايب مسؤوليه الولاد عليها تماما، دورك هنا ايه بقى في القصه دي؟ حب مصري. ايوه كريم. لا لا لا، كريم عنده راي. ايه كريم عايز يتكلم؟ يشتغل ده ويخرج يقعد على الطب. مش فاضلكم من الاخر كده، واضح كده، وانت دي حاجه مضايقاك واضح جدا. طب يعني هنتصرف ازاي في القصه دي يا كريم؟
بتقول له ايه يعني؟ بتحاول توصلها له بقى ولا اول مره تعبر كده؟ انا مش هعرف اوصلها. انت ده انت ده انت هو في اكتر من كده توصيل؟ يا واضح ان هم عندهم مشكله في تواجدك شويه باشمهندس. ما دي الحقيقه، احنا في زمن اصعب صعب صراحه يعني، وكمان بعد الفترات الاخيره الشغل بقى، انا بشتغل حر وظروفنا، انا ممكن اقعد فاضي شهرين ثلاثه وممكن في شهر ابقى مزنوق جدا ما عنديش دقيقه اعمل اي حاجه يعني. فيعني بتصادف حسب ما بتصادف. انا سعيد برمضان دلوقتي لان احنا بنقعد مع بعض اكتر يعني، حتى بنعرف نصلي مع بعض، بنقعد مع بعض، نتفرج على التلفزيون مع بعض، وده من احد مميزات رمضان. بتحاول تحقق يعني ان انت تعوض حتى لو في اوقات كثيره مش بتقعدها، الوقت اللي بتقعده وبيتوفر ليك معاهم. وحتى انا بحب. ايه رايك يا رامز؟ عندك راي انت كمان؟ لا مفيش. هو كفنان هو كفنان وبيحب قوي شغله، فهو ممكن بيبقى قاعد معانا بس هو مش معانا يعني. يعني هو دايما بيبقى سارح في فكره جديده، في حاجه بيحب يتابع حتى لو هو في اجازه او هو ما عندوش شغل دلوقتي. دي ضريبه ان بابا يعني ناجح، وبابا فنان حقيقي، وفنه شغله، واكيد انتوا ليكوا نصيب كبير من النجاح ده. طبعا مش كده؟ ونقول ان في ضريبه دايما بتدفع. عايز ارجع بقى لشغلك، جزء شغلك تاني. ايه اكتر المسرحيات اللي ممكن نقف عندها ونتكلم فيها بما ان ما يعني مش متبقي لنا كتير من الوقت يعني؟ والله برضو الحمد لله انا كنت محظوظ واشتغلت، انا اشتغلت مع مخرجين مش كتير قوي لكن كلهم مميزين ومن اجيال مختلفه. اول مخرج اشتغلت معاه وهو اللي ابتدى يثق فيا واشتغلت معاه بره الاعمال اللي هو كان الاستاذ خالد جلال، وعملت معاه مجموعه مهرجانات، افتتاحات واختامات مهرجانات وحفلات كبرى، وعملت معاه كذا مسرحيه منهم مسرحيه الاسكافي مالي كان في المسرح القومي سنه 2007، وعملت معاه مجموعه مسرحيات اخرى مميزه كتير جدا وبستمتع جدا بالعمل معاه. وعايزه برضو اتكلم عن محطه اللي حضرتك قلت لي انها مهمه جدا عندك وافادتك جدا، الخارج. ما انا هقول لحضرتك حالا. وبعدين الاستاذ عصام السيد، وهو اول حد خدني المسرح القومي عملت معاه فعلا، وكان في عرض اهلا يا بكوات. اهلا يا بكوات اول مره اتعرض كان سنه 89، انا كنت طالب. وبعدين لما جه يعيدوه تاني عشان يتصور كان يناير 2006، في 2005 يعني لما ابتدينا نحضر له، فجابوني اعمل انا الديكور، كان الاستاذ عبد المنعم كرر. كان ايه الاعمال الرائعه دي؟ اهلا يا بكوات. لا انا عملت في المسرح القومي اربع اعمال، عملت الحمد لله، وبعدين عملت كمان اربع احتفالات للقوات المسلحه باحتفالات 6 اكتوبر 2007 و2008 و2009 و2010، وعملت مع الشباب مع الاجيال الجديده اسلام امام وهاني عفيفي واخرين مجموعه اعمال برضو مميزه يعني. الحمد لله انا يعني مجموعه مسرحيه بقى اقدر افتخر بيها كلها. لا فعلا اسماء اعمال قويه جدا يعني. بالنسبه للنشاطات الخارجيه انا جت في ميزه استفدتها لما رحت الجامعه الخاصه، هو ان انا اكتسبت اللغه الانجليزيه بشكل احسن، علما بان في مفارقه بس ان انا لما رحت الجامعه الخاصه اللي بتتكلم بالانجليزي دي كنت بعرف فرنساوي. وبعرف فرنساوي ليه؟ لان هو في برضه في حاجات مهمه جدا بدعو كمان ده يتعمل للشباب. وانا بعمل دراسات عليا، العرض بتاعنا طلع الاول، كان فيه ترشيح لسته يروحوا مهرجان افينيون في فرنسا. فسافرنا احنا السته سنه 92 لافينيون في اكبر مهرجان ناطق باللغه الفرنسيه في اوروبا، قعدنا 10 ايام استمتعنا استمتاع ما فوق الوصف. واول مره رجلي تخرج بره مصر في طياره كانت في باريس، فطبعا الرحله دي اثرت فيها مدينه الفنون والنور والجمال رجعت قررت ان انا اتعلم فرنساوي، حتى والدي الله يرحمه يقول لي طب يا ابني انجليزي، قلت له فرنساوي، هي لغه الفن والجمال وبتاع فرنساوي، وتعرف ايه اللي ناقصك وانت تشتغل عليه حسب ظروفك يعني حسب امكانياتك على قد ما تقدر يعني، سواء لغات سواء كمبيوتر سواء خبرات معينه، لان الخبره اللي انت هتاخدها في بدايه حياتك دي هي اللي بعد كده هتحطك في الكرسي اللي انت عايزه، والكرسي مش معنى وظيفه ولكن في الوضع اللي انت عايزه تبقى شايفه ايه. المهم حاجه لحضرتك واقول لك ان سنه 2003 استاذي الاستاذ الدكتور رمزي مصطفى رحمه الله كان اختار لي احد التصميمات العرض في معرض دولي بيتعمل كل اربع سنين من سنه 97 من سنه 67 في براغ، بيهتم بشؤون السونوغرافيا اللي هي تصميم الديكور والاضاءه والملابس المسرحيه.
سافرت معاه برغصة 2003 وشفت حوالي 100 دولة عارضين تصميمات بتاعتهم. وبعد كده حصل معرض تاني في 2005 وفي كندا، قدم له 1000 واحد، خدوا منهم 50 تصميم بس للعرض، كان ليا واحد اختاروا تصميم ليا. سينوغرافيا. في تصميم الديكور والإضاءة. السينوغرافيا اللي هي فن التشكيل في الفراغ المسرحي، وبيعني بكل عناصر العرض المسرحي أهمهم الديكور والأزياء والإضاءة المسرحية. أي. في 2005 برضو سافرت في كندا عرضت في معرض تاني، وبعدين 2011 إلى أن 2015 كنت أنا المسؤول عن أجنحة مصر في معرض براغ الدورة بتاعت 2015، وعملنا 3 أجنحة، جناح للمحترفين المصريين وجناح للطلبة، كان مشارك فيه 4 أقسام: أكاديمية الفنون، فنون جميلة حلوان، فنون جميلة اسكندرية، قسم المسرح بكلية الأداب حلوان. وعملنا الأول مرة جناح مجمع للعرب في براغ. حاليا آخر من 1-9 يوليو السنة دي 2017 إن شاء الله في معرض كبير جدا في تايوان، مفروض أنا ومعايا 2 زملائي مصريين هيشاركوا في المعرض ده بتصميماتهم، في لجنة دولية اختارت تصميماتنا. وبدعوا كل الشباب والزملاء يبتدوا يقدموا، لأن احنا مقصرين في تقديم نفسنا للخارج. بشكرك مهندس حازم شبل، أتمنى زي ما وعدت المشاهدين في البداية أنها حلقة متميزة، أولى حلقاتنا في رمضان مع أسرة فعلاً أنا سعيدة بلقائها. بشكركم مرة تانية مهندسة رشا، بشكر رامي وحبيبة وكريم، بشكر أيضا مشاهدينا الكرام على متابعتهم لينا، وإلى اللقاء الأسبوع القادم نفس الميعاد وحلقة جديدة وأسرة جديدة من بيت العيد.